أرض مذهلة. علي الانطلاق. نعم. أما زلتي بالأدخل؟ أجل، أنا هنا. عظيم، أردت أسكت. هيا، أعطني يدك. أنا بخير. حسناً، هل أقود؟ لا، أنا لا أمانع. أمانع؟ تتعلق بالسيطرة. أكيد. ما رأيك لو نستمتع بالهدوء؟ لدي سؤال سخيف. لن نستمتع. كيف تعرفين أن الناب هناك؟ لو تم العثور عليه لعرض في متحف أو ما شابه، كما أنني لم أرى معارض لهويسلا. لم أسمع بهويسلا قط قبل هذه المهمة. حسناً، إنه بالتأكيد خطأ ملكي المؤكد. كان شاباً ومتحوراً وأنشأ عاصمة جديدة لوضع الناب فيه. قاد الفرس مباشرة نحو مكانه. والآن نحن. والآن قادنا نحن. انظري، سرب من الفلامينغو. أترين أي طريق؟ أبحث فعلا. أمهلني لحظة، أستطيع الانتظار. طريقاً في أسفل الشلالات. قد يفلح الأمر.
أمر ممتع أن نذهب إلى مكان بعيد، ها؟ بعيد عن المدينة. أهدأ، تأتين هنا كثيرا؟ لا، ليس فعلا. أمامنا، تمهلي. انظري إلى هذا، إنها هويسلا. أيمكن عبور البوابة؟ سأتفقد. العاصمتان. ماذا لدينا؟ هاليبادو وبيلور. ظننت أنهما جانيش وشيفا. لقد كنت منتبهة. جانيش كان حارساً لهاليبادو أحدث عواصم الهويسلا. شيفا كان حارس العاصمة القديمة بيلور. هذا النقش جميل، ولكن الجدار ليس قوياً. يبدو لي كمكان للنحاتين. لا نزال في الضواحي. لم أظنك عالمة آثار. كان والدي كذلك. أنا لسة فقط، أتذكرين؟ هاي السيارة بها رافعة؟ يبدو هذا. رائع، سنحطم هذه البوابات. هل ستسحبينها فحسب؟ إنها الخطة، إلا لو معك ديناميت. أنت المسؤولة. هذا نفي. حسناً، ينبغي أن ينجح. يا رجال تحركي، إنه فخ. تباً، احتمي. شكراً. حسناً، نحن في أمان. صحيح، أين كنا؟ كنت على وشك إسقاط بوابة قديمة. أجل، بالفعل. وها نحن ذا. هادئة للغاية. أنا مندهشة فحسب. ظننت أنك ممن لا يتركون أثراً حين يتعلق الأمر بالأطلال الهندية. في مجال أعمالنا ستقودك العاطفة للتهلكة. إنه مليء بالقوارض. حقيقة ليست كذلك. هم كذلك. إنها أقرب للقردة والليمون. سأبحث في الأمر. هذا جيد. نجحت. توقفي. أحسنتِ. سحقاً. أحضر كتيبة كاملة معه. قد يكون بعضهم بالداخل. أشعر بالإطراء لأنه ينظر لنا بجدية. علينا المرور عبر البوابة. حسناً، انتظري. علينا تولي أمر الحمقى أولاً. ألديك خطة؟ أجل، بالطبع. هيا فلنغامر. ما أخبروا كبرى واحد؟ سيصلون إلى مرحلة لا يعجبني هذا. تستطيع التدبر أجل، ولكن أعترف لقد نجحت. توقف.
بتاعنا. أظن أنني رأيت رافعة أعلى البوابة.
يبدو الأمر كذلك. افتح يا سمسم. حسناً، هيا بنا. بحذر، دائماً. حسناً، عودي لمكانك. أنا بارعة جداً في القيادة. واثقة من ذلك، أفضل هذا. رائع، مساحة كبيرة للبحث. صحيح، وبعكس أساف لدينا ميزة. الرموز الثلاثة. لنرى الخريطة. حسناً، فلنرى. نحن نقف هنا. سأضع علامات حيث نتجه. تفقد هذا البرج. واو، يمكن رؤية المكان كله من الأعلى. ربما. سأنتبه لأساف. عظيم، لكنني لست قلقة منه. عليك ذلك، لن تحصلي على ميزة المفاجأة ثانية. لم يكن يتوقع الكثير منك. انتظري، هذا إطراء؟ هذا بدا هذا إطراء. رجاله حمقى، لكن أساف يجب أن نبقى بعيدا عنه تماما. لم أفهم ما الذي يشد نحو أناس مثل أساف. سهل، يجد الضعفاء ويعرض عليهم القوة، يمنحهم هدفا. هدف؟ لكن هذا هراء بالنسبة إلي. كيف تورطت مع أساف في البداية؟ وما الغرض؟ أفضل عدم التحدث. يبدو أنه يكن لك الإعجاب. لا تذكريني، كان مفيدا حينئذ، لكن أجل. أخبريني. أفضل السكوت. أثناء المشروبات؟ لن تكفي كل مشروبات العالم. سأعود حالا. لك هذا. راحتك هي أولى اهتماماتك. أرى سارة تدفن رباعي. أين أنت؟ أحدهما هنا. اخرجي الآن. تباً إنهم يرونني. لا يوجد مهر أبو المنطقة. وجدت شيئاً بالأسفل؟ مجرد رمز.
غرض قديم لهويسلا. هل نحتاجه؟ نحتاج؟ لا نريد؟ أكيد. أجل، أنت الخبيرة العسكرية، ما هي استراتيجيات أساف؟ إنه ينشر رجاله لكي يوقف مسيرتنا. لم أكن لأفعل. ماذا ستفعلين إن كنت مكان أساف؟ غير فقدانك للحية؟ أنتظر وأتركك تفعلين الأمر. تمسك حسناً. اصبري، فلنوقف هذا مؤقتاً. قادمة؟ حسناً. أواصل الحديث؟ ماذا قلت بشأن أساف؟ أو صحيح، أنتظر وأتركك تفعلين الأمور الصعبة ثم أسلب منك الناب بعد أن تنتهي. ماكرة بل فعالة ومليئة بالمخاطر. لحظي أنك في فريقي. أجل، أنت كذلك. يدهشني أن أساف. آسفة، أحتاج دقيقة. كيف نقرا هذا؟ كما كنت اقول او قلت انت، ماذا كنا نقول؟ اكنت تقولين شيئا عن اساف؟ اجل، على اي حال يدهشني أن أساف لا ينتهج نفس خطته. ربما مساعده يعلم أكثر مما نعتقد. صحيح، وهذا سبب أدعى لإنهاء هذا.
نفسي؟ بالطبع. هيا. يوجد كهف صغير. لن تختبئ. أحدهم واجه المتاعب لإخفاء هذا. وجدت شيئاً؟ وجدت رمزاً. هل لهذا علاقة بالناب؟ لا أظن. تعجبني فكرة الناب، لكن علينا التحقق من الأبنية في الوادي. انظري، إحدى شاحنات أثاث. المكان آمن. تصميم مثير للاهتمام كالقدس. انظري، رمح جانش الثلاثي. جانش مزيل العوائق. هذا رائع. أظن أن علينا القراءة عنه إذا كنا نبحث عن الناب. حسنا، من الجيد معرفته. يمكنك التفكير به عند بدء شيء أو لتنقية كوبرا ثمانية. فلنظل في هدوء قدر الإمكان. علم. تباً. الهدوء مزعج. أصلموها. أنت في مشكلة. نقضي عليها. Thank you.
هذا؟ الكثير منهم أعتقد. أنت بخير؟ أجل. ليس هكذا. ولا هكذا. ما اللغز هنا؟ ماذا؟ بدا لك زر؟ أجل، أردت أن يكون لي دور. ما هذا؟ ما أجمل هذا الصوت؟ استدر أحد قضبان العجلة. وماذا عنك؟ اثنان. واحد آخر سأحضره. وجدتك؟ يتبقى قفل. أخيراً وليس آخراً، قد يكفي هذا. حسناً، فلنعد إلى العجلة الكبيرة. العجلة الكبيرة؟ أو أياً كان المصطلح الأثري لها. العجلة الكبيرة تعمل. هيا سنمر من تحته. صحيح. ها نحن. انظري هنا، بما ستراهنين؟ أخبرتك أنه مفتاح. لقد أحسنت، فلنرى ما فائدتها. ما الأمر؟ لغز هويصل القديم. بالطبع، أصنع رمحا ثلاثيا.
تعرفنيش؟ أهلا سيدي. والآن ماذا؟ علينا تحريك هذا الذراع وسنرى ما يحدث. أهي آمنة؟ تعلمين أن صيد الكنوز لا يلائم من لا يخوضون المخاطر؟ لا يصلحون كمرتزقة. كمرتزقة حين أفعل قنبلة فأنا أعلم ما سيحدث. أسلوبي أكثر متعة. أسمعت هذا؟ أشعرت بذلك؟ فريزر، انظري. يا للهول، هناك مخرج محفور على جانب الجبل. وكنت خائفة أننا سندير الرافعة ونموت. من الجيد أن معي ابنة عالم آثار. نشأتك كانت ممتعة، ها؟ في بعض الأحيان تعلمت كثيرا. كانت الهيصلة شغفة، أخذت الكثير من وقته. أنا لو نقبت عن كنز أفضل جني المال. أكيد لا أخاطر دون عائد مجزٍ. ظننت هذا. كإدارة جيش هذه مسؤولية كبيرة. اعتدت هذا. شركة أبي تقاعد وأديرها. عمل العائلة. لقد أفسدت، لكنك تعرفين أنت مقربة من الأخوين دريك. أجل حسناً، لنتحدث لاحقاً. والآن أين نذهب؟ الحصن في الجبل يستحق نظرة، وحتماً هذا الحصن في قاع البحيرة. كان علي سؤال عن عائلة دريك قبل قبول المهمة. ليس هناك ما يقال. أعرف نيت جيداً. لا أعرف سام كثيراً، بدل أنه كان يظهر من العدم.